سلام أصدقاء الطبيعة، لازالت رحلتنا مستمرة في ناميبيا. في هذه الحلقة غنمشيو لأقدم صحراء في العالم، وغادي نطلع على أكبر كتلة رملية في العالم. وبالطبع للوصول هناك غادي نواجهوا بزاف ديال الصعوبات والعواصف. تابعوني في الحلقة 104 من رحلتنا حول أفريقيا بالبيكالا. حنا كنطيبوا الفطور، جربت الدرون راه خدمات. ايوا حنا كنجمع شي الساعه دابا شي 7 وشي حاجه. دابا راه ما بقاش البرد، حيت السيمانه اللي فاتت ما يمكنش تفاك مع 7 تخرج من لاطونط مع 7. يلا نوجدوا راسنا ونكملوا. هنا كاين الزبرا، كاين بزاف ديال الحيوانات. يعني شوف هذاك اللوج ديال الناس اللي لاباس عليهم، انا جيت حطاش وحدهم هنا. هنا نورمالمون جي بونس انتردي انك تحط لاطونط، كلشي هادشي برايفيت اكسس، برايفيت كلشي ديال الله. الأصدقاء وقفت في هذا اللوج نشرب قهوة ونرتاح واحد شوية. حيوانات داكشي زوين، هادشي صراحة عنده مسلم. شارجي تليفوني ديشارجي ليا كاع لي باور بانك. دونك الأصدقاء حنا بدينا كندخلو للرملة وداكشي. اليوم الجو زوين، مكاينش الريح، أنا فرحانة، كاينة الشميسة. هاي الطريق، هادشي ديك الطوموبيلات كيدوزو مكسيرين، هادشي العجاجة كينوضو مكيراعيوش زعما ينقصو في السرعة فاش كيبان لنا كتبان لهم بيكالا وداكشي. فوالا ناميبيا هادشي فين ما مشيتي كتلقى برايفيت نو انتري، ما تدخلش، هادا خصك بيرميت، خصك هادا، خصك هادا، فين ما مشيتي عندهم هاد البلان. الو كي راه كاينة واحد الطوموبيل تما، شوفو الزوم مزيانش بزاف. غالبا في هديك الدورة حيت شفت واحد الفيديو 2 كيلومتر كان عندي، غالبا ديك الدورة حيت كنت كنقصا بحال هكا يكون طاح. مبلانش يلا خدينا زعما هاكيت 4 كيلومتر ولقينا. دونك لقينا الاخوان، داس واحد الطوموبيل ما تشزني. بغيت نوريكم الحياه كي كانت غتكون بلا ميكروفون. بلات انا نحيد الميكرو وسمعوا كيفاش غادي كيفاش كنت غنبدا نفلوغي لكم بحال هكا. اصدقاء الطبيعه كاينكم الرياح، دونك اوروزمون كاين شي مشكله هكا. هاهو تكونيكتا حيت كاين الريح بزاف. واه 4 كيلومتر اخوتي، ليتس جو. الطوموبيلات هاد الجام كيدوزوش بزاف، داز الطوموبيل فيها دو توريست خاوي مبغاش يهزو، خلعتهم. انا كنختصر في الطريق. صح دوزيني العطش ومكيدوزوش الطوموبيلات. كيبان لي دابا يمكن ندوز واحد الطوموبيل، ندوز شي 5 مينوت، كيبان لي لابطاري انا هدا تما. ليتس سي. نعمل لقينا الميكرو راه لاباس، ما عرفتش بيكارا يمكن مازال واحد 2 كيلومتر. جيني العطش بزاف. كنت تعلى ليا صراحه، ما كنتش غندير نرجع للمايك، ولكن وانا نقول خوتي 2000 درهم شكون عتاها ليا. وكينفع بزاف، كاين فرق. عندي واحد اخر ولكن مزيان يكون عندك جوج.
هذيك الطوموبيل حتى هي كما عطوني على الماء ما موقفوش. ما جي بونس هذيك هي بيكال تاع راهي وسط وحدها غالبا ممكن طايحه كما عطوني على الماء ندير لهم كلام وصلوني درت لهم فيديو زعما الماء موقفوش. هاهي واحد الطوموبيل جايه شوفوا شايفوا عطوني على الماء ولا لا ليتسي. هاهم هادو غاديين بالزربه مالي بنادم يموت معاهم هنايا يا اخوان بنادم يموت وزعما بنادم كيخافي وكشي شي واحد في الصحراء زعما بوحديه وصراحه ولكن زعما بنادم خص الماء الحريه في الشرج زعما هادو شافو بيكاتي بنادم بيزار خوتي لا اله الا الله لا راهي بيكاتي ما نحاسي ولا واحد اما صحراء ناميبيا ناميبيا راه زعما مقدمه ولكن راه حتى في غير الشر عندهم بزاف المعادن عندهم الديامون اول حاجه عندهم يورانيوم النحاس دونك راه عادي انه يكون بلد ديفلوبي خاص كاع البلدان الاخرى يكونوا بحال ناميبيا حيت هما عندهم لا ريشيس غير هويا راكم عارفين اما كيتم استغلالهم من الغرب ولا الحكومه اللي كتكون جشعه دونك كيتس نورمال فهمتوا ما جيسبر هادشي تبدل وانا وصل بيك هادشي دغيا وبيا الاخرى دايزا شوفو واش شايفو يس كولد واتر they are south african صراحة الناس ديال لافريك دو سود صافا عليهم صافا صراحة ضريفين شحال من واحد وقف زعما دوك من خمسة طوموبيلات اللي وقفوا ليا في هاد ربع ايام يمكن اغلبية ديالهم كانوا دي سود افريكان كاين اللي وقف عطاني كاع المرش وقال لي فاش وصلي فين او سوري قال لي فينش وصلي فين ساكنين دوزي عندنا هنا خلصت لقيت لعديني فاش مشيت للكومبينغ واحد هذا جا قال لي تبارك الله عليك راك سريعه لبنه السريعه صافي قلت لها اختي انا سريعه واش عندكم شي بلاصه باش ندخل معاهم غدا قالت لي اوكي صافي غدا نمشيو نحتفلوا دابا بلوبيا تلاقيت مع واحد الدين اورغواي تا همايا قال لي صورناك صافي انا عندي غدا ما نمشي كي لقيت مع السبعة ونص وكيسادي وكيسدو مع ستة ونص دونك غدا غنمشيو مع السبعة ونص باش نشوفو ديد فالي لي دون راه سي ان اوندوا تخي كونو هنايا من بلايص الواعرين ديال ناميبيا نمشيو نزورهم اند مي اي دونت لوك تايرد نو يو رايت قال لي ما نقدرش نصدق شويه قال لي هاد البيكالا كتبان وات لانجويج يو سبيك ان ماروكو French. Arabic. Oh, Arabic. Oh, yeah. French is our second language. Ah. Yeah. Okay. So first time in Namibia. Yeah. Lots of sand in this to the Marte. No. Not lots of sand. No. Okay. Just a gravel road. Gravel road. Yeah. Okay. Thank you. You already brave from Morocco to here. Yeah. It's nothing it will win you. Yeah. You will always be the hero. Yeah. It's not easy. It's not easy. It's not easy, no? No, it's not easy. Exactly, yeah. Yeah. The road or the wind, the cold, everything in this week was... Everything. It was so windy yesterday. Yeah. I couldn't drive. I call it east wind. Yeah, yesterday yeah. It was so east windy. Wind. It's a very terrible weather yesterday. Oh, and I was camping. I was almost about to fly. It's night. I was just wild camping. Is it? Yeah. But maybe it was lucky where your direction was is where the wind was. Tomorrow? Yeah, blowed. No. Yesterday. No, it was not my direction. It was not your direction. Yeah. Oh, it's difficult. Yeah, I stopped in solitaire for 2 hours. Shoo. Yeah, because I was so tired. You know, when I was coming before solitaire, woo, crazy. Okay. Okay, thank you. You're welcome. For making video. Oh, okay. Thank you. All right. Bye-bye. Say hi to my Moroccan people. Bye-bye.
عليكم بيبال راديو. صباح الخير الاخوان. المهم البارح وصلت وجيت كامبينغ هنايا في سينغران. صافي كليت داكشي لعيبات شارجيت كلشي. صافي جات عندي واحد السيده كتب معايا قالت لي راه نتي سريعه دغيا وصلتي داكشي صافي. واليوم انا مشيت معاهم انا غادا معاهم دابا نورمالمون باش كتجي لهاد البارك ولا الطنوبيل اول جيت لقيت كي يفتح مع 7 الصباح. علاش؟ باش الناس اللي داخل في ليدون يشوفوا السان رايز وكيخلصوا اكثر كيخلصوا بزاف الفلوس. دونك هما كيكون عندهم كيخلصوا فلوس باش ما هذه هي الحياه كتخلص اكثر كيكون عندك هذا. كاين هما ما خبارهمش حنا عندنا مرزوقه اخوتي حنا هادشي كنشوفوه هنا. كاين ليدون وكاين اشجار اللي عندها 100 عام وسكيدون وداكشي. المهم داكشي جميل جدا وغادي نكتشفوه جميع وهادشي اللي كاين. المهم البحث لقيت مع واحد التوريس اخرين كيجيو حتى هما للمغرب قالوا لي راه فاش مشينا المهم قال لي عزيز على المغرب كيجيو ليه بزاف. وفاش قلت لهم واش ما جاكمش انه المغرب كيشبه لهنايا ولا زدت فيه قالوا لي وي قال لي بزاف سورتو لو سود دي ماروك. وقال لي فاش هما مشاو قال لك زعما داكشي سا غاسون بوكو مرزوقه. دونك خوتي حنا عندنا داكشي وحنا عندنا داكشي مطلوق. كنت كنمشي ندخل اخوتي على رجلي على اللي داخل. حنا الدراري ساكنين هنا في الكامب كيجي لهم ترونسبور يشدهم المدرسه ماشي بعاد. الأصدقاء وصلنا حطينا الطوموبيل تما فوالا لي دون 65 كيلومتر باش توصل لهاد البلاصة. شوفوا هنايا كي داير حنا من أقدم الصحاري وداكشي. إوا نخليكم الأجواء. دونك فوالا هادو هما الشجر ديال ديد فالي اللي عندهم هادوك 900 عام قبل ولات القضية ناشفة. and don't cut off that valley from the river. قلت كتحيدوه من the river. let's see. حنا معنا لي دو سي دو فرونسي اي لي دو ناميبيان سي دي هيمبا من اوبوبا فولز اللي تقريبا حدا سميتو حدا الحدود. انا ندوي لكم معاه. وهذه هي اكبر دون في العالم ديك دادي هي فيها 300 متر بلوز او موان على حسب الرمله شحال تحركات مع الريح. ها هنا اخوان تما انا نهبط نوريكم تما فين كاينين الاشجار الميته اللي عندهم سنين وسنين على هكا تسمى The Dead Valley. Let's go. سي مانيفيك توريست اللي هي مشتين لوك ات ذيس اند ذيس ات سام تايمز ذير از واتر هير سو انيمالز ذي كام تو جيت سام واتر سو يو كان سي انيمالز ذيس از اميزين منظر رائع. المهم الاخوان عندي ما كنقول للناس انه الصحراء من الحوايج اللي ضروري خصك تشوفها في حياتك. يعني لما عمركم مشيتو الصحراء سيروا الصحراء. الناس اللي في المغرب راه عندكم مرزوقه عندكم حميد عندكم زاكوره عندكم داخله فهمتي. يعني سيروا شوفوا الصحراء راه ضروري تشوف الصحراء في حياتك. شوف هادشي شوف 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 شوف. دونك ها هي هنا كانت بحيره وما بقاتش بحيره
ناميبيا واحد البلد اللي تاهويا جفاف بزاف. تما داك الشجر اللي غنوريكم فاش غادي نهبطو عنده 900 عام هو صابر تمايا. وانا كيقول لك ما تقيتش شو داكشي وفوالا داكشي علاش هنايا مكان زعما سبيسيال. وشوفوا لتحت حنا دابا في الداد فالي تقريبا 300 متر هي اعلى دون في العالم اعلى دون في اقدم صحراء. ايه شوف بك على فين كتوصلك. Like so it would be small. دابا جينا للمضايق اللي في نفس البلاصه 4 كيلومتر على البارك. مضايق ها هما المضايق الاخوان صراحه شي زوين رائع جدا. مازال غادينا الاصدقاء في كانيون كاين شويه ديال الماء شوف واش كاين شي حوت. صراحه غنحاول نمشي للفيش كانيون هما ثاني اكبر مضايق في العالم. نعم كاين هنا في ناميبيا ناميبيا تحطم الارقام القياسيه ونشوفوهم هنا. يا شي بارد برا درجه الحراره 32 قلت لكم هاد السيمانه غطلع الحراره دونك برا سخون مي هنا بارد ما بينش ليا شي حوت. لاحظوا معايا ديك دابا ديك الطياره كتمشي كتضرب دور على العدين الناس اللي عندهم الفلوس اخويا هاو الكامبينغ. انا غنمشي نقول لهم 4 نزيد الليل حيت يلا وصلنا مع 4 ما غاديش يقضني الوقت باش نرجع. قلت زعما نقدر نمشي ولكن كاين الشمس بزاف اللهم نرتاح دونك رجع الجو سخون. اصدقاء دابا هاد الطوموبيلات الاغلبيه كي كيتكراو في ناميبيا كتكون طوموبيل اميناجي هنايا حيت هما يا 4 عندهم طونط هنايا طونط كيحطوها ابار. هنا عندك ثلاجه عندك بوطه عندك كاع هادشي. دابا هادي الاخوان كلشي كيدير بحال هكا هادي كراوها بعشرات المليون مغربيه الكلتشار كلتشار بعشرة مليون مغربية بزاف. نورمالمون هي كتشكري ما عرفتش شحال نورمالمون الا كنتي كتكري سيمانة كطلع لك بشي ألف ولا معرفت شحال لا كتر من ألف. المهم تنسول ونقول لكم هدا لاشانيت ديال الهندا افيك لو سانسيت ايسي اصدقاء. انا صوبت قهوة ديالي غادي نفطر دابا من بعد غادي نمشي فوالا ها فين بتنا هو كامبينغ زوين. مول الكامبينغ ما بغاش يخلص مني البارح خدا غير الليله الاولى وفاش بغيت نمشي نقول لي راه نزيد ليله قال لي لا سيري. هو عندك طواليت دوش سخون وعندك
فوالا فهمتي كيجيو بزاف الناس هنايا، الثمن ديالها ما غاليش بزاف، تقريبا 65 درهم الكومبينغ. So I met these guys from Uruguay. They are traveling. They know by my t-shirt. They say Morocco. You were in the World Cup. The World Cup, cheering for Morocco. Okay. I could send some pictures from the World Cup also. Okay. I bought a ticket flight to Qatar to see the match against France, but then the company they canceled the tickets because there were no tickets for the match for the game in the stadium. So they canceled for flight to Qatar. So I didn't join the. I went to the airport, but I didn't went to the flight to the plane. Okay, so we continue. Thank you. Good Maybe luck. See you in Good Morocco or in Uruguay. For Uruguay, why not? Okay. هنا كاين واحد لو شوب في هاد الكنت و جيت صافي انا عندي كلشي، ما قلتش اجي ضروري نخصني نشري شي حاجه، قلت نشري هاد الانرجي سبورت درينكس، ما عمري ما جربتهم دونك نجربوه ونقول لكم كي داير. شو شي عطاونا الانرجي بسم الله. How's it going? Good, thank you. Good. How's biking on the road? In this road is kind of tough. Yeah. It's not easy. Where are you from? Morocco. I love Morocco. I spent a month in Morocco. Oh, where did you? Yeah, well, I did the whole thing. Oh. So I started in Casablanca. I'm from Casablanca. And ended up in, what's the major other big city? Marrakesh? Yeah, Marrakesh, which I love. Yeah, I love Morocco. You went to Auntie Atlas? I did go to see Auntie Atlas, see the mountains and the canyons. You didn't see that it's kind of similar of some... Very similar, yeah. I was saying this as I know, it's maybe I miss home. That's why I'm saying that it's similar to... I was there during the World Cup, so that, you know, the Morocco did very well in the World Cup. Oh, yeah. So everybody was crazy. It's like they shut the city down to watch soccer. Yeah. We lost soccer. I know, but you played well, though. Yeah. I mean, you got further than you ever had before. Yeah. I'm wearing the Moroccan jersey. Yeah, I saw. Yeah. I like, I'm like, where are you from? Okay. So are you doing the whole of Africa? Yeah. Good for you. Oh, thank you. Yeah. You got a lot of dirt road to go yet here. Yeah. But almost there. Almost there. That's good. Okay. Nice to talk with you. Oh, thank you. كانت مغرب وعجبو المغرب وقال لك كأس العالم بان لي بنادم من اسبانيا ما خبرناش. وما خوتني دار داير بحال جافيل نقول لكم تصرفوا فلوسكم. انا كثرت من السقاط وجهي كاع تبقى سمحوا لي من الاحسن ما تشوفوش. يلا نشربوا هذا الجافيل اللي مسمينه سبودرينك ونكملوا الطريق. كريت واحد تيك توك قلت غنديرو انغلوفون ندير فيه داكشي غير انا اللي درتو ميري لوست ادفنتشر والناس هنا يعرفوني حيت تيك توك كيطلع الفيديوهات البنادم اللي حداك. فوالا هما كلشي بلي كومبينغ هادو كيجيو من افريك دو سود. دونك نجي هاد البسكليطه ليتس جو كالعاده. هانتو كالعادة الريح شو، ولكن قررت انني نتبع الريح اليوم، يعني اليوم غنمشي مع الريح. دابا عندي 3 كيلومتر وغندور على من الجرافل رود وغادي نتبع الريح. دونك الاصدقاء واحد الاحساس فاش كيكون دافعك الريح، يا سلام ما كتبقاش بيدالي، انت مرتاح مع راساتك والطريق زوينه ما كاينينش توريس بزاف، يعني رائعه والجبال دايرين ديك من كل قنت. نتوما الطريق مزيانه حاليا، قالوا لي عندي 40 كيلومتر ديال الطريق بحال هكا، المهم ماشي بيرفكت ولكن مزيانه. ومن بعد ديت عندي 30 كيلومتر طرا الطريق خايبه، ومن بعد تعاود تقاد الطريق. شو الاصدقاء الجو راه كيبان بحال ماشي مغيم بشكل
ايوا الاصدقاء غنباتو هنايا. هذا واحد اللودج قالوا لي في الاول 160 ناميبيان دولار. قلت لهم لا غالي غنمشي صافي غنمشي كنت باغا نصافي عن وورلد كامبي صافي. ما قالوا لي 130 نقصوا لي المهم شويه مي صافا. حيت بغيت ندير شويه ديال المونتاج هنا كاين الدور وي في وداكشي دونك كندير شويه. تلاقيت مع واحد التونسيه داك راه جروب حسبنا لي وجوه عربيه قالت لي واتس يور نيم. قلت لها مريم. قالت لي مريم ار يو مسلم. قلت لي انا مي بيان. قلت لها نو. جلست في اللوج خدامه وداكشي وتلاقيت مع جروب ديال التوانسه هنايا ظريفين بقينا مجمعين وداكشي و فوالا صافي. بليزير تلقى مع ناس من شمال افريقيا سواء ما كيديروا التوريزم زعما جروب كبير تبارك الله. اي صافي زعما والله الا زعما العربيه وعايشك صافي بليزير. فوالا انا خدامه على فيديو دابا. المهم اخوان صوبش انا في طاري فطرت كلشي كنجمع جيت كنت كندير تليفوني تشارجا هنايا. هنا كاينه كوزينه الناس اللي ما كاينينش في اللوج كاين كومبينغ هنايا كيكون عندهم كوزينه ديالهم وداكشي بحال فواياج اورغانيزي في ماري بشمال. مسكينه هاد المراه وهي تجي تقول لي شبغيتي قهوه ولا اتاي. قلت لها انا راه ماشي مع الجروب. قلت لها واخا ماشي مع الجروب دونك هادي هي افريكان فايب لي توحش ماشي بنادم كيشاري معاك ماشي كيشوفك توريست. فلوس 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 فلوس. هاف ا جود داي. دونك الاصدقاء كنشرب قهوه ديالي هنا تما كاين بيسين داكشي. انا ما عنديش مع لي بيسين صراحه كاع البلايصات اللي كنمشي ليهم ولا داكشي كيكون فيهم بيسين مع عمري ما عملتش شي بيسين مره واحده يمكن جوج. صافي انا غادي جا عندي واحد دابا قال لي انا تصدمت فاش وصلتي هنايا حيت داز عليا البارح فاش يلاه خرج قال لي مشيت نجيب شي كليان وقال لي ما كنتش قال لي تصدمت فاش شفتك صافي حنا خويا ياك زدينا قباه طرق خايبه. ولكن البارح الريح كان دافع يعني كون كان عندي الريح فاس ما كنتش غادي نقدر نوصل صراحه زعما الريح اللي كان مزيان. اما كون كانت البارح كانت عاصفه كان واحد الريح وقفات لي واحد الطوموبيل بغيت ناخذ من عندهم الماء هذيك باش حطيت البيكالا ونرجع نجيب الماء ما يمكنش. يعني البارح كان يوم جميل كنتمنوا الريح خويا الريح تبقى ديما معنا راك والله الا ما كنسخوش بك راك زعما راك في قلب. المهم انا واحد الانسان مكازا برافق مع السونس دابا راه السعود وانا باقا هنا جماع حوايجي وكلشي باقا هنا كاين اللي بغا يبيضالي العام طويل. غنمشي لواحد المدينه كاين واحد لافاميا تستقبلني تما وهادشي اللي كاين. عقلتو على هاديك ساندويتش هاربورد اللي مشيت ليها فين كتلاقى الما مع البحر مع كيتلاقى البحر مع الرمله مع الديزرت تما هادوك لاجونس اللي مشيت معاهم كانوا مزيانين صراحه الله يعمرها دار. وداروا لي اصلا ديسكاونت فاش عيطت قال لي افريكان برايس وفاش عاوتاني فاش عيطت قال لي ندير لك برايس ديال افريكا نقصوا لي 100 درهم وعاوتاني فاش مشيت نيغوسيت معاهم نقصوا لي وحده 100 درهم وكانت اكسبيريونس زوينه معاهم صراحه. دونك الناس اللي تلاقيت معاهم واحد دو جروب تلاقيت معاهم باغيين يمشيو عطيتهم كونتاكت قلت لهم هادي اجونس مزيانه. السيد اللي خدام تما دوا معايا قال لي راه بغيت نبوكي لك شي اوتيل في الطريق هذا يعني فهمتي بيزنس صافت لهم كليان قالوا لي شكرا ونبوكيو لك اوتيل ترتاحي فيه. كانوا بغيني يدوني شي واحد تور فابور مي قالوا لي خصك تسني واحد يومين انا ما بغيتش نسنى ديك يومين يعني تعامل جميل جدا هادشي صافي بليزير. فوالا حديت قهوه في اللودج فور فري فابور. صراحه التعامل ديالهم ظريفين. التوانسه مشاو بكري حيت كيمشيو باش يشوفوا الصحراء يعني كيخرجوا هنا ماشي 4 ولا 5 الصباح سمعتهم خارجين صافي وكيمشيو يشوفوا الصحراء. من هذا عندهم 12 يوم هنايا يعني جو بونس 12 يوم سوفيزون. المهم ما كتاخذش راحتك ولكن باش تشوف كلشي يمكن لك ديرها. وانا كنفكر في بروجي ان شاء الله اذا دخلت المغرب نقدر ندير بروجي ديال لي فواياج اورغانيزي دي بيي افريكان سوب سحاريا دي بيي بحال هكا الفوق. ناميبيا سي ان بيي مانيفيك مي جو بونس ما عرفتش الفيزا كومون سا سباس بوغ المغاربه حيت ما عندناش سفاره ديال ناميبيا في افريكا دو سود في المغرب
جو بونس هكا كومبليك. ولكن انغولا الاخوان راه واعر، انغولا سيرو انغولا بلا فيزا. الناس اللي في الغربه انا نقول لكم سيرو تلقاو لي فول ما غاديينش من البرتغال، والله ما غادي تندموا. وماشي باي توريستيك، يعني ما كتلقاش هذاك الدك. اي باي كيكون توريستيك كيكون فيه تعامل، ماشي فحال باي ما كيكونش توريستيك كيكون باقي باي فهاد باقي لي زوبورتونيتي، باقي الناس ما ولفوش التوريست، باقي ما تبدلوش. يعني انغولا بلد رائع، الناس ديالها رائعين، كاينه ابريكادو ابريكادو. صراحة انا عيت من لي باي بحال هكا توريستيك وزوينين، بيزا زوين وداكشي، مي ما كايناش ليكسبيريونس هيومان، فهمتي؟ ما كتلاقاش مع خوتك الافارقه اللي كتعيش معاهم ليكسبيريونس اللي كيدي. اذا ام لوكينغ فورورد، اذا انا كنتمنى انني لافريك دو سود جو بونس سين، لافريك دو سود بير، حيت ماشي سيف، ماشي بلد امن. ان شاء الله ندخلوا لموزمبيق غالبا، يمكن موزمبيق لا نمشي لها من بعد لافريك دو سود، ولا زيمبابوي زامبيا وداكشي. وان شاء الله غنعاودو نتلاقاو مع نعيشو الاكسبيريونس هيومان، ديك التجربه الاجتماعيه مع الناس، مع هذا مع هذا. هذا هو المهم. ايوا الاصدقاء نمشيو نكملو طريقنا. عندي 100 كيلومتر عندي طلع، عندي غنطلع واحد لوكول، من بعد غادي يبقى الطريق بلا.